السلام عليكم داودي أشقي محبذن إكو تحن برامج كين هو هدين تنيدا ملكستو أتكجوكتان وأمركلة إبرامج كيني سنة كلا إنجا سيدني أه يحياة أوان مشي كمرنين ما أنت ومال كين كوات وحين تقدرنا متك مده دك موين كقبل كبنادر أنا سيبكو إيلان دانا دك مده بعد سلادة هو إنه قنط أنت دك مده جوه رأس إمانة أنت قدانا أنت أنا دك مده كور هيلين وحن تيمر دانا حياة وأن كقائد دونا أديك أنا قلت لك إني ما أنت برامج كنا نعمله السلام عليكم داود يا الوار سنة كلا يبرمج كنا هو هديت الحمد لله إلهي نود يا بش يبرواقب ونو قرسي إنكو عافمات قبنا لمانتين مر كلا يعني دبوك بلنك ما أنت برامج كنا وحنو قصة كنا هديك مدى شبس أو كم هديك موين كو قبل كبنادر أو نصف يالتين مر كلا كده فرما سبب كلا نما سبب تانو كده فرين وقتين وحماشة تكن أو أنو بلن أقعدنا إن سنة كستو أنت عن كوكو تجرب برامج كو هديت صاحبتين صاحبت برنامجك أد أدود تاجرتين أنك أنا كلي لا بوجع لنا هاي هاي كسره سهتا لا مو حست برنامجك مو حست ما هو هدي صوتك لو مر لقدي كور لا لم يع سوم يعني بس كده يبيع هرت صان ويل مسكوت هذا أي وقت هاي داود يال برامج كنا سيقولوا قلنا ما أنت ما دام صاحبتي برامج أكو ده فرنا وحنقول تلقينا هديد أيضا لا هاي قبسة هديدة هذا أسكلي هديدة أوكي داود هات كوتا كير هو هديد يا وقت هاي سنو وفرح سنة هنا تغيب كت هاي مركلة شرف النوت هاي سيدا بلن كنا هدنا بلاو يدمات كبو هديت ادا اسكله اسكله هاي هاي سدو الله اكبر كاي الله اكبر عافيه هاي دي واتا داود يال ان ولي وحن كوز جرا برامج كان هديت او اهمان تمام تسو هريسه احنا مالتي كوات ابيش بركاسن سن قاد ولي اصحابتي دي برامج كميسن دوارين بلاو كبا ان اصحاب عصب او برامج كادو جعل اد تاغريال او هاد لا كلمي ان بل ان هورت مغايدودو ويتي مغاي أميرو 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 برامج كو هديد متى وتا أنا مقعي هديد هو هديد مالي دا مقعي هو هديدة وقع كلمة لي هاي أبي كنا مقعا سمايو وك سمايو برامج كو داوتا دوكسين مري كتا قرآن كتا مروسا باسكال يا باسكال من انت ناخرني مركات قرآن ما ناخرني يا قرآن ما ناخرني أي بيت حروق شيء تبغى تكسي عليك تحاول هذا. تكسي ليك تتبهو. لكن هنا قصي دواية. سي أو هديد لغوصي. هذا كده بتكسي هذا قرآن كسبرتة كده بهديدين ديار وهايدا. أي يا جعشين مركات يا وقف يا جعشين.
يا غفر يا دعسين أنا ويد عسين أنا ويد عسين إيه أنا ويد نجعلها يا إيه مالونا كتسود ويد هاي ده يسلف عليه مرة هدي عن ثلاثة كسب لعنا أصحابتي برامج كاتب أبو تحنيدة يا ريت حتى وحن جد قلينا برامج كي نقبتي سؤالها يقولي ببختي عن نصيبك ولا أنا رجنا فش بس هدي سؤالها يهدي لها أقول تلقى حياة ماركة برامج كينا أنا وكوب حمانتة هدي أهلي دونان يهدي كلام أول شيء بعد الصعود ونكسب رمضان مبارك مقع أكسب برامج كارك رمضان مبارك مقع سكريا بشفاء أدي هذا وفرح سنة برامج كأنك صام وخذ مر بدنا تغير واحد تقريبا برامج كوري سدوا نصيب أنا بركة قبس تسع أشكو جبت الجودين تونا أنا برد مسكينه صار وأكو ولا تدوا أنا بركة نصيب كايا نمبر كل حد نمبر كل حد نمبر كل حد وح أكو حسن وح شيء كتا لو بدك مو أو كتر سن قبلك بناتير حرفها مقع يدو هذا وسدح شبنة يهال شقل بس شقل هذا مركز الأسكوت ترى تراها وحجاريا لح شقل لح مركز شغال هان مركز الأسكوت ترى وحجاريا لح هذا هو ولا بدأت دقمه شيبسيوك عايتين شيبسي باندير هذا ما سنتها بالسؤال هلا الجواب سهل رمضان بارك مقع عايزه برامج كورك رمضان كريم ايوا صابر علي محمد برناش وعاركه برنامج في عنو ياي لو سنه داونا سوريدنا وانا دايله مركز ما تعلق المان كفر حسنا ان سؤالك جواب ان شاء الله سلاد هاي ابو البربه هل دوتا بارجينا هنا الامر مرن ان شاء الله هذا انا انا كل جعلان لهين بل سو حان اركي دونا نسيبكاي و هو كل كلن سيو نمبر مسكي نو سارن وا كو الى 7 نمبر كن نسيبكاي نمبر كن نسيبكاي ان جعلان وا نمبر 3 نمبر 3 نمبر 3 waxaa ku xusan waxa sheegtaa in saddex koox oo markii qabriga la galiyo aynan malaa'igta su'aal weydiineen saddex koox oo markaa qabriga la galiyo malaa'igta su'aal weydiineen su'aalaha qabriga la weydiineen wa saddex koox ah dadka xun xun waa dadka ah dadka ilaa ku caasi caamo سؤال لمو ويدينا سؤال مو ويدينا يا قال العمل قال العمل يا دتك إلهي كعاسي إيه حلا مدا لا أسكت ده يعني أنت برتي ده على كاس داس هذا ما سنت أسكت ده قاعد بالسؤال هلا اللي جابت حدا قاعد ما تعلمينا رمضان مبارك ما قاعد سبر أمس كاركتي بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وصابر نور حسن برنامج كان إن بدو وحيسينا لكن ما دو عمل برامج شاكر ريت تو نصيب انا بركه قبسه تو اج كو جرتا لغوي تين تو انا نمبر رز مسك نو سارن واكو الى تو نمبر كن سبكا نمبر افر نمبر افر نمبر افر وحا كو حسن وحا شكتا ان امس سنه اي تاب جلنيسا شركه حياه برامج كو هدي وحتى بجلنيسا افر سنه افر سنه افر سنه وات هدا ذلك غير غاتا جابته كبيحيي وحا سدي دونتا لغوي تو وسانته هذا مش صح وحن لها والمرته تصحيات مركز برامج وات هذا ودي المرته كقد غتها له جواب صح ده احد سبتمبر وقدم سنت والمرته تصحيات مركز برامج تابع الناس امبل يا كلنا رمضان مبارك مقعد سي برامج كاركت رمضان وناسن مقعي وعبد الحسن احمد برامج تاكوري سدوان نصيب وانا بركا قبسات تسو اج كجرتا لغويتين دونا نمبر رد نسكي نصاران واكو إلا اتدابا ونمبر كأفراد وكم قيا نمبر كنسيب كايا نمبر لح نمبر لح نمبر لح هاشاك تا لابدك مو أو مقعيد هو ده اما مقعيد لابدك مو أو حرفوه ده اكا كوبين يهين سدح شبانة يا هال شقل بلس اسكو درك شقل لا لابد هزدك مو تراهان وقارا يلح ده اسكو ده كحدي يوضن كحدي يوضن هذا ما سنت اسكت يا قبل سماد هلين جواب صح ده رمضان مبارك ما عليك برامج كاركت رمضان كريم مي ايوا احمد يوسف محمود برنامج كان سنه بدنا كهرنا ما شاء الله وما توقف رحسنا هناك كتب قالوا مكموري تنبين نصيبه تو يلا تحافر لنا ساعه ما شاء الله قولا في الله والله نمبر مسكنا سارن واكو الا 7 او نمبر كافراد وكم قيا نمبر كنسبك نمبر كنسبك هذا اسكت ده وحا دورنا نمبر 2 نمبر 2 لو waxa ku xusay waxa sheegtaa labada malag ee qora wax walba oo naga dhaca ma wax walba ibn aadan ka sameeyaan labada malag laba malag oo qoro Israfil iyo Israil das
إسرافيل إي إسرائيل ما حسنت أسكت لك بل سمع ذهلا نجابت رمضان مبارك مقع عيسى برامج كارك رمضان كريم مقعي عبد الفتاح مصطفى شيخ فتاح برامج كوان نصيب أنا بركة قبسيت سؤال شكو درتال قدين دون أنا برد مزيك ناس عرام وكو إلا يتدوى أنا بركة أفراد وكمقيا أنا بركة نصيب كايا نمبر لو نمبر لو حاشك تا لابد ملك قراء وحول بو وروح بن آدن كاكدا إيس هذا ما waa taa daawad yaa loo leeyahay in ku gudbinaa barnaamijkii hooyada diyad oo ah maalintii sokowaad ee sonki todobaad waxaan ku tagnaa degmada Shibis oo maanta masuulka latinaan ku furna markale bal ka qayb qaata xiga aan mikrofoonka ku wiciyo magaciisa iyo barnaamijka arkay ku soo dhaw barnaamijka diyad magacaa bismillaah ramadaan kariim magacii waa Cali Saciid Maxamed wallahi barnaamijka waa barnaamij dhiirigelin ah astaan ku maasan tahay ramadaan kariim ramsha ka wareysay tan si baan barka qabsatay tii aad ku jirtaa lagu weydiin doona nambarada miskiina saaran waa 1 ilaa 7 oo nambarka afraad oo kama qiyaana markan sibka number 3 waxa ku xusan su'aal diini ah oo u dhacay sidatan waxa sheegtaa in saddexda koox ee aanan la weydiinayn ama malaa'igta su'aalaha qabriga aysan weydiinayn wallahi hada isku day waxa waaye nabiyada shuhadada iyo saqiirinta malaa'iga dak saqiirada ilmaha nabiyada shuhadada iyo saqiirada waata daawada yaalka qad qaataas asla iyo lagu dhido wallahi nasiibkiigu iska fiican yahay in sax baad la jiraa waata daawada yaalka qayb qaataas jawaabtu ka bixiyo mid sax ah saddexda koox ee aan su'aalaha qabriga la weydiinayni waxay kala yihiin anbiyaada oo ah rasuulshi ilaahay saqiirada iyo waliba shahaadada adam ka qayb qaataa halay la jawaabta xadana waxa uu leeyahay abaalmarintii ugu talgashayad markada barnaamijka tabtirmo ambalaayo waata daawad yaal marhadu ka qayb qaataa leela jaabta saxda waxa uu suugtaan boo ku tansinta abaal marinta ugu tala gashayad market abraham kitab kelinis ambalay kula naal isma badan asalu waata daawad yaal wali waxaanu dhaxda kaga jirnaa barnaamijkeena oo hadiyad oo aan maanta ku qabanayna degmada Shibis oo ka mid ah 17 degmo ee gobolka Banaadir bal aan ka qayb qaataa xiga mikrofoonka way inuu magaciisa isoo barnaamijka arko soo barnaamijka waa dhawaa walaal magaciisa waxa uu ayib abuukar maxamed qaastan degan degmada Shibis ee barnaamijkan hore uu qayb qaatay oo ku guuldareystay maanta waxaan rajaynayaa insha Allah inuu guuleysto jacalnaa anaga inaad markala ku guuleysato nambarada miskiina saaran waa 1 ilaa 7 oo nambarka 4 iyo 3 ay ka maqan yihiin nambarka nasiibkaaga ee nambarka nasiibkaaga waxaan tijaabinayaa lambar 2 nambar 2 yes nambar 2 waxa ku xusan waxa sheegtaa malaa'igta diwaan gelisa wax walba aan sameeyno ee taas ku jeeba waxa waa malaa'igta raqiib iyo atiid raqiib iyo atiid waata daawadayaal ka qayb qaataha jawaabtu ka bixiyay waa xaslada aysaad isku dayay ama saasleeyay jawaabtu way saxantaa waa mid sax ah waa malaa'igta raqiib iyo atiid malaa'igta qora xasanaadkan iyo xumaanteenaba wixii wanaagsan iyo wixii xun aan sameynaba labada malaa'ig diwaan gelisa wax walba aan ku hadlayno waa raqiib iyo atiid maadaama ka qayb qaataha walaal jawaabtu saxdeen waxa uu leeyahay abaalmarinta ugu talagashay market barnaamij kitaab gelinaysa sambal kale waa taa daawad yaal mar haddu ka qayb qaataa leela jawaab saxda waxa uu leeyahay waa abaal marinta ugu tala gashayad market oo barnaamij kitaab gelinaysa hambalyo kale ina xasan ramadaan mubarak magacaaga sa barnaamij kaarak ramadaan mubarak magacii waa Cabdi Qadir Yusuf Nuur barnaamijka waxa arkayno barnaamij fiican yahay aad wax isayaan barnaamij sa kabre soo nasiib oo nambarka qasatay soo ash ku jirtaa lagu weydiin doonaa nambarada miskiina saaran waa 1 ilaa 7 oo nambarka 2 3 iyo 4 ay ka maqan yihiin nambarka nasiibkaaga nambar 1 nambarku waxa ku xusan waxa sheegtaa duqii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed magaalada Muqdisho ama Banaadir ama Xamar shaashi iyo cilal duqii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed ee Xamar duq magaala ma wala jeex Ramadaan mubarak magacaaga barnaamijka aragti magacay Salaam Cabdi Abdulkariim Ramadaan mubarak ramis ka wareysay nasiib oo nambarka qabsatay su'aash ku jirtaa lagu weydiin doonaa nambarada miskiina saaran waa nambar 1 ilaa 7 oo nambarka 2 3 iyo 4 ay ka maqan yihiin nambarka nasiibka 3 1 waxa ku dhahay 2 3 iyo 4 way ka maqan yihiin 6 waxa sheegtaa laba degmo oo tirada laba degmo oo gobolka Banaadir ka tirsan magacyadooda waxa ay ka kooban yihiin 3 shibane iyo 1 shaqal balse isku darka shaqaladooda waxa uu gaarayaa 6
كعين هلمة مقعيد اللي بدك مو وحي كوكو بين يهي سدح شباني يا حال شقل بل سكو دارك شقل الله دو هذا والليح هذا بوا دك مو يكي شبس يكحل شبس تحل ما سنتا بل سمد هلا نجاب تحل رمضان مبارك ما يعتبر رمضان كارك حسن محمد إيدو علي دار رمضان كريم أستان إبا دماء والسلامة ramsi ka wareeso ana si baan barka qabsi suuq ku jirtaa lagu diin doonaa number miskina saaran waa number 1 ilaa 7 waa number ka 3aad 2aad iyo 4aad ee ka maqan number ka miskaaga number 6 number 6 waxa ku xusaa sheegtaa magacyada laba degmo waxa ka kooban yihiin 3 shibane iyo 1 shaqal balse isku darkooda waa shaqalada isku darka labadaas degmo waa 6 degmooyinka bondeer هذا ما سنتا بس ما دخل الجواب تحت رمضان مبارك ما قعدت برامج كاركت مجيء وشيخ نور عبد الله حسن برامج يا كوريس ونصيب انا بركه قبسيت سؤال كنت جبت لك تين انا برز مسكنا ثارن وا كو الى تدوى انا بركه لوات سدحات يا افراد وكم قيا انا بركه مسكا كو كو وحا كو صح شكت دوق اوغو هري مغالده مقدشه سوماليا يا دوق اوغو هري سومالييت مغالده مقدشه مقاس كديو حالي مو حالي محمد عوال اللي وين هذا ما سنت اسكو دقايق بس ما دخل الجواب تحت ان تواش نمبر كو جيرتا شناد waxay tahay wiil ya biis ayaa waxay kaleen shil moto abi haya dhinta bal wiilka waxa loo la qarar isbitaalka dhaqtarkii degdeg isbitaalka qalin ku jiray qabil sana qofka dhaawac degdeg loo keenay inuu qalo waxa uu yiri kani waa wiilkayga ma qali karo sabt madam habis wada tasawt dhaqtar ku dhaa wiilkayga ma qali karo ah wiilkaygu ma qali karo su'aashaas hadii aan isku dayo meeshaas dhaqtarkii loo geeyay wiilkay way ma qali karo aduu yiri wax baa ku jira waxa ku jira de bal isku day yar baan ku sameeyay hadaan ku guuleysteen waxa ku guuleysteen yaani wiilki aabihi ma tud markay shirka iskuula gaadoomin aabihi waa dhintay wiilki baa isbitaal loo la arrin isbitaalkii markii la geeyay dhaqtarkii waxa qalaayeen waa wiilkayga kan maqali karo yiri waan gartay waxaan u maleynayaa cunub aloosha ku jiro yaani hooyadii si la qalaayo in su'aashaas u dhacdaan u maleynayaa hooyis qalitaan lagu sameeyo oo qofkii qala lahaana dumarkii meesha laga waayo oo rag oo meesha joogo saasa kulta saa u maleynayaa deewadi yaani aabihi dhintay ilaa meesha waxba ku jira aabihiina waa dhintay anaga wiilkayga maqalaayeen oo yiri waxa ku jira la iskaraa waxa ku jira de isku daygeedan de waxa ku sameyn karin su'aashas inaan ku jawaabi karaa waa adag tahay adag tahay ha isku daygaaga wakaaga wad calayra ramadaan barak magacaygu waa barnaamij kaarakti ramadaan kariim magacaygu waa asad abdulrashid ahmed barnaamijku waa barnaamij fiican oo soo dhaweyna waxa ka koray sidana si baan barka qabsatay su'aash ku jirtaa lagu weydiin doonaa number miskina saaran waa number 1 ilaa 7 oo number 2aad 3aad iyo 4aad bay ka maqan number kan sibkaaga numberka 1aad ku tijaabinaa number 1 waxa ku xusaa hashtag duq ugu horeeyay ee Soomaaliyeed xamar loo magacaabo ama gobolka Banaadir iyo waxa isleeyahay Cali Umar Sheego inuu Cali Cali Umar Sheego waa taa daawada halka qayb qaataa jawaabta ka bixiyay maxaa isleeyahay niyo waa mara waxa u maleeynaa inaa ka maqlay idaacad laakiin ka maqlay ha laakiin Cali Umar Sheego inuu yahay u maleeynaa waa taa daawada halka qayb qaataa jawaabta ka bixiyay waxa waxaan leeyahay balmarkii hotelka Shaheed Market waxaan leeynaa hambali waata daawada yaal maradu ka qab qaataa halaal jawaab saxda waxa uu leeyahay balmarinta ugu talagalay shaheed market oo barnaamijka ka galay sambal iyo kulan sambal iyo maasha Allah soo dhaweena baalkan biriya ba soo gadiray ilaahay isaalada ha ila biri soo gadaray waata daawada ramadaan mubarak magacaaga sabramij karakti sida kale magacaygu xikriya oo karam xamdan barnaamijka in marar badan oo ka minay in aan soo qayb galo ugu dambeyn si waayo laa maxaa isla wallahi waxa rajeyna in aan weynar noqdo number miskina saaran waa 567 number kan sibkaaga number 7 number 7 waxa ku xusan waxa sheegtaa buurta ugu dheer comfort somali magacaad comfort somali buurta ugu dheer buurha kaba buurha kaba ha ma aasan taa balse ma dhahay leen jawaabta saxda ah kaamad ramadaan mubarak magacaaga sabraamij ka aragtid barnaamij si fiican oo arkaa magacaygu waxa waa sabri umar haaji sabriin horma oo qayb qaadatay barnaamij haddii kor aan ka qayb qaadato guuleysid مرة قبول درست مرة نواقاتي ما أنتو حاري جانيسا؟ إنا قولست إنا قولست نمبر مسكينة سارة نمبر شن لحي تدوى نمبر كم سيبكايا؟ تدوى
تدابع حكوا حسن حشك تابورت سومالي وقدر ما قاعدة كونفورت كونفورت سومالي سردوا كونفورت سومالي أقول كونفورت سومالي كونفورت سومالي هذا كل من جاء ما تتصبرين سكت دقيقة بالسمار كونفورت سومالي أقول سومالي أرن ها كونفورت سومالي كبلد كونفورت سومالي دال سومالي قوي كونفور إكلين ما كونفورت سومالي بورتو قدر بور هكذا استاذ كنت دقيقه قبل ما ادخل الجواب رمضان مبارك ما قاعد تبرمج كرك رمضان مبارك ما قاعد وانا شعره وكر وكم قاعد اركين انا دقم شيبس برمج تاعك وريت دان سي بنا بركه قبسه تساش كجرت لك ودين دان انا برمج كنا ساره وعشان لحي تدبر نمبر كنسيب كاي شن شن وحك حسن سؤال اه ويل يا بيس يا وحي قالين شل موتو aba waa geeriyoode halka wiilka loola qararay isbitaalka dhaqtarka qalinka sameeynaa isbitaalka waxa uu yiri aniga maqal karo waa wiilkeega sabab sida surgal ku noqon kartaa wiili abi shil galay adiga uu geeriyoode wiilki isbitaalka loola qararay isbitaalka dhaqtarkii qalinka qolka degdeg ah ku jiray ee qabilsanaa wuxuu yiri aniga qalinkan ma sameyn karo sababtoo ah waa wiilkeega sida surgal ku noqon dictor kuma la wiilka ma xil kari waa wiilkii sawto uu noqday maadaama abis shirk la galay midka dhintay abkoogiisu aha dictor kale oo abis dictor kale abis ah ma waxaan taas ku dagaag balse ma dhalin jawaab saxda ka ma tacalineena ramadaan warag magac aqta barnaamij karakti ramadaan kariim ما برنامج كان حركة دي قلنا ودات كل دي اللي ده مركا ميعي هذا زكريا عبد الله محمد نمبرين مسكنا سارة وعشان لح يتدوى نمبر كم سيب كايا شن لح تدوى نمبر شن نمبر شن وحكو حسن ويل يا بيس يا وحي قلنا شل موتو وحق قريو ده بيس هل كويل كلو على عرر الاسبتالك دختر كي قبل سنة قلينك وحو يري أنيك مقالي كرو ويل كان صوبتو أهو ويل كي سيدا سورقة لكو نغط فعلا ما ويل يا بيس يا وحي قلنا شل موتو abi waa geeriyooday halka wiilka loola qararay isbitaalka markay qolka degdeg ah ee qalinka la galiyay dhaqtarkii qabilsan ah qalinka wuxuu yiri aniga qalinkan ma sameyn karo sababtoo ah waa wiilkeega sidee ku dhacday qofka amooto dawac biin baa yaa khaala qof khaala mesh mujumaana qof khaala mesh mujumaana ha hadaba madhalan jawaab saxda oo kaaga ma tacalneyna isku dagaag ramadaan warag magacaysa barnaamij karakti رمضان كريم مغيغ وسعيد عبد الجبار برنامج كان وقف رحسنا ومركي لبات أقيب قلاي مركي ورمو قولت آه ما شاء الله مركي أنا حدي جيني إنا قولت إن شاء الله نمبر نسكي نصارا ونمبر شن لح يتطبع نمبر كنسيب كايا لح أكو نسيب سنة نمبر لح وحاشك تا مقعيد اللي بدك مو وقبلك بنادر كتير سن وكا كوابن سدح شبانة يهال شقل بلس اسكو درك شقل الله دو وقارة لح يوعي magacayda laba degmo oo gobolka banaadir ka tirsan oo ka kooban saddex shibane iyo hal shaqal saddex shibane iyo hal shaqal balse isku darka shaqaladooda u gaaray lix shaqalka hadoo soo laabtay shaqalka ma soo laabtay hadoo soo laabtay hal leen wax xisaabiya shibis isku darkooda shibis shibis gooday degmo kale idina sida saacamaan soomaan isku darka shaqaladooda miqo gaara lix شبيس شغلة شغلة اللي حجارة سومان أوكي شنجاني ما صدق كده قاعد بس ما ده لين جاب تحدا رمضان مبارك مجا عايز برامج كاركت رمضان مبارك مجا إيوة جمال محمد عبدي ما شاء الله برامج كوا واحد إن بدن أسوق ما شاء الله أسوق دبي أرمو يخبر يا أرمو هذا بلاوي أسوق إلين نمبر هذا نسيبك و نمبر شن لح يتدور نمبر نسيبك نمبر كي شن واحد نمبر شن وحكو حسن ويل يا بيز أي واحد قالين شل موتو أبي هو أوكر وهذا هلك ويل كلا ولا عرر استالك مرجل جاي قالك قلينك دك دك أحد اختارك قبل سنة قلينك وحو يري أنا جم قلين كرو صوته أه وويل كي سيدا سور قال كده يعني دتك شلك قالين ويل يا بيز وصح مركي عسبتالك اللي جينا أذق محوده اختارك قلينك سمين لها وحو يري أنا جم قلين كان مسمين كرو صوته وويل كي سيدا كده waxa ku dhacday waxa odaga dhintay wuxuu dhalay cunugan ya
كان أو إسبتال كوجرنة إسبتال كوجرنة أبكو جيس بس هذا رأي ما كوج هذا ما زلت أسكت عليك بس ما دخل الجواب صح ذاك وقت هذا وديال سؤال شل حد أيضا وح هيد شاك لابد جمه أو قبل كبنادر كترسن أو مجاعية ذا وذا يككوا بينهم سدح شبنة يهال شقل بس سو نقول قشة ذا شقل ذا وذا إيجار عين إلا إله تاس نوحي كل عين كحدا إيكاران كحدا إيكاران وح يككوا بين تهاي سدح شبنة أو أه ك ح يدا كاران ك را ينا يه شقل شقل ك أ أو سو نقضي إلا إلح جير مد والب كحدا الله أمر كسو نقضي إيكاران أو أفر جيره جوابته وح تهاي مداس إذا halka su'aash todobaad ee head sheek buurta ugu dheer comfort Soomaaliya oo isku day badan lagu sameeyay balse la leeyahay waa ay tahay buurta haybe ama buurta haybe buurta loo yaqaan ee buurta ugu dheer comfort Soomaaliya waxaan rajaynayaa inaad ka wada bogateen oo aad ka faa'iideysteen jawaabaha qaarkiina ay haayeen intii dad kale weydiinayay qaar ka kalena ka dhineedna ay hadda ka faa'iideysteen waxaad kaga tagaynaa sidaas in nidiin anagoo la soo wanaagsan afur wanaagsan Ramadan tan in sumay so don keda dame Ramadan tan in sumay so don keda dame sakadana divai se do sa ter bashe